تمام. في مشروع بحكي هو تحت عنوان خطوة خارج منطقة الراحة. من خلال هذا المشروع بدي أبين رؤيتي كيف للواقع من خلال استخدام منحوتات بالكرتون ضخمة بحجم يوازي حجم الإنسان العادي، بحيث من خلال هذا المشروع أن أنا أعكس كمية القسوة اللي ممارسة على الإنسان واللي بتشبه فعل هذه الأدوات. بجمع في مشروعي بين الهزل وبين الوجع الألم عشان ما يكون كمية ألم كبيرة في الموضوع. استلهمت فكرة المشروع من خلال ورشة أخذتها، هي تقنيات متعددة تعلمت فيها كيف أستخدم تقنيات مختلفة لإنتاج مشاريع فنية. فكرة أني أستخدم الكرتون بشكل مبدئي، بحاول أني أطور حالي لقدام أكتر من خلال استخدام خامات تانية. شاركت في كتير من الورشات، منها ورشة نحت، ورشة تقنيات متعددة، حفر جرافيك. شاركت في كتير من المعارض الجماعية. في آخر معرض شاركت فيه اللي هي فكرة بتعبر عن الحصار، استخدمت فيها روشتات علاجية حطتها بدل شعيرات المكنسة.